لا كيفكم؟ اسمعوا قبل ما تحكوا اي شيء، اوكي كنت مشغول كثير، والله كنت مشغول بعد جد خطبة احمد وهيك، وصراحة ما كنت بدي انزل فيديو قبله، انا مش زي بعض الناس اللي روحوا بنص الحفلة عشان ينزلوا فيديو قبل احمد. المهم زي ما تعودتوا، ما بعرف كيف تعودتوا يعني بس عملنا فيديو واحد زي هيك بس. جاي ليتس جو جفاف عاطفي تايم وي بوي. ما بعرف لو بتعرفوا بس حياتي اخر فترة كتير زبالة صايرة، يعني في اكمل حدث صار. لو ما بتعرف تابعوني على انستغرام عشان تعرفوا كيف حياتي كتير اسوأ من حياتك. خلينا نحضر خطبة احمد، ليتس جو بيبي، ناكل بوزة ونحضر حفلة خطبة احمد. هلا والله يا جايز، شوفوا يا جماعة هاي بدلتي، لو تلاحظوا عليها في اشي غريب فيها. يعني برو فتحت الفيديو عشان اشوف شغلات رومانسية عشان اكل بوزة، اوكي ما تعصبني. عملوها علي بالضبط، يعني قاسوا كل يعني هيك كل اشي، حتى ظهري مثلا كم هيك كم هون. احمد يعني معني كل الحافية بدي اشوف الجفاف العاطفي، اوكي برو. وهذا البوت اللي جبته يا جماعة، شوف التفاصيل، هذا ستايل ايطالي اهو. فتحت الفيديو انا باكل بوظة عشان اشوف كندرتك برو ورجي. هلا زنخني. لو قلنا هلبس بيجامة لازم اتفاجئ كثير. خلص الله شو الحلاوة، بس لازم اعمل لك هيك. بتجنن كثير. وصا هذا هو، انا بحب الفيديوهات البوظه، ان شاء الله بدي اعملها سلسله. طاير يوتيوبر كلام صح. الفيديوهات البوظه هيك تجمعنا شيء واحد، انه احنا كلنا عندنا جفاف عاطفي بناكل بوظه دائما. طيب كمل. طيب هلا هاي اول مره صراحه بنشوف المكان هو جاهز. طلعوا انتوا عاملين الكراسي اسود، عاملين الورد احمر. احنا انيوجوال بيبل. كنت انتوا علينا خطبتوا كرسي اسود ورده حمراء، شو لا لما تكون خاطب كل شيء بصير غير. بدايه تذكير، بتعرف شو بعمل بالورد الاحمر؟ يعني ما احكي لكم اني هيك عملت بورد الحفله يعني، بس ممكن خلينا نبين حالنا رومانسيين للركب، خلينا نخلي الناس كلها عندها جفاف عاطفي. ترى لا والله حفاجئك، روح اخطب هيك فجأة. لا شو؟ عشانك بتقاهر فينا حروح اخطب واتزوج قبلك، اعمل عرس قبلك كمان. كويس انه الفيديو بضحك، تعرف هيك بكسر الرومانسية تبعتك. عادي انا بمسك ايد الباب كل يوم، على فكره ايد الباب الحلو فيها انها بارده زي كانك ماسك ايد حد ميت. شو اللي حكيته هسه؟ طبعا حاليا كل الناس اللي احنا عازمينهم قاعدين بيجوا، اصحابنا واحبابنا اخوان. صح في شغله، في هديه لعرس احمد كنت اعملها لخطبه احمد، وشايفين هاد، شايفين درع اليوتيوب، كنت عامل درع موصى عليه من يوتيوب مكتوب عليه مبروك احمد وصبا عشان يحطوه ببيتهم، وما وصل وكنسلوا الطلب يوتيوب. كثير انقهرت، انت تخيل قديش حلو عشان عندنا يوتيوبرز اجيب لهم درع مكتوب عليه مبروك احمد وصبا. فبعرف انه طلب كبير بس وصلوا لي مليون عشان يجيني درع ثاني واعمله مكتوب عليه مبروك احمد وصبا، كل دهامي كمان وصلوا لي مليون. هذا بليز هدية لأحمد وصبا، هدية خطبة حتكون منا كلنا، كل المليون متابع هنكون احنا اهديناهم درع مع بعض. اعملوا بعرف اني ما عملت احتفالية 500,000 بس تخيل وصلت مليون وعملت احتفالية 1,500,000. المهم يعني لو حاب تدعمني بالهدية تاعت احمد وصبا اعمل سبسكرايب، حلو كثير نجيب لهم درع يوتيوب. يعني هذا مكتوب عليه جورج قرداحي، يا اخي اقسم بالله قرارات حياتي كلها بندب عليها، ما بعرف ليش. هاي لما يترفع الواحد. لا هي مش هسه. الف مبروك ان شاء الله. سعيدين انكم منحبكم، جايتكم من فلسطين اليوم. انا كثير مبسوطه انه واخيرا هيك عملوا شيء هم مبسوطين عشانه. انا فكرت حد يحكي واخيرا خلصنا منه، انا بلحظات كثير بحياتي والله ما بعرف شيء كثير سيء لحكي كمان شوي، بس كنت اقعد لحالي هيك انه احمد. هلا اسيبكم من بحكي عن حالي بغنطيس نساء، بس انه كنت اصفر انه كيف في بنت حتقبل فيك. انه والله ما ببالغ جد، كنت اقعد هيك رح يضل بوجهي طول حياتي. بس الحمد لله مش عارف كيف خدع صبا وظبط الموضوع. شكر كبير لصبا، شاوت اوت لصبا،
انت ضحيت بحالك عشانها يعني. يا رب ما يحضر الفيديو. احمد كل فيديوهات ما بحضرها، يا رب ما يحضرها. شو بتحب تحكي لأبو الرب؟ مبروك يا برو، وطلعت قصدي انحبست بالقفص. هو باختياره بكون سنجل. يعني فهمتوا انه انا مش اختياريا انا سنجل. يعني انا بقبل باي شيء بس لو تيجي واحدة، بس لا هو اختياريا عشان حلوة. ليه؟ احمد اصابها هي احمد اصابها ولا لا 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 احمد شعرك حلوين صحيح بالله عليك لا تعال انسى احمد اصابها تعال كيف شعراتك كيف بالله هلا والله يعني انا بكفيني التخف العاطفي تبع احمد اصابها هلا بزر اسامه وزغلول اتوقعت تغيث اسامه بالاخير يصفوا مع بعض زغلول واسامه كمان تزبط يعني صراحه فان بيجز اشتغلوا 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 اسمع تصميمات اسامه وزغلول الاسبوع الجاي بعمل لكم رياكت على الميم تاعت زغلول وزغلول وسام مع بعض خوك اصل خطب الاعين وين هسه موجوده عليك هلا انا رافع على التلفزيون اسناني حساسه اخ ضغوطات شديده جدا انه كل حدا عم يحكي لي عقبالك لا يا زلمه كيف بتواجه هذا الاشي ضرب يحكوا لي عقبالك انت عم تحكي لي عقب تخيل تخيل مثلا انه نحكي انه انت جوعان كتير 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 كل حد حواليك عادي بوكل بعدين بضلهم يجوا عندك يسألوك انت جوعان انت جوعان مثلا مش ضابط زي الشماتة بتصير يعني انتوا عارفين انه انا لو بطلع بايدي ما طيب بخطب عادي بفرحكم بس ما رجع عقبالك عقبالك طب عقبالك انت انت عقبالك مش انا الف الف مبروك يا رب اخيرا يا ابو الرب كبرت شفناك مش سنجل و عقبال ما نشوفك مش سنجل كمان سنجل ألف ألف مبروك أبو الرب شلف ناجي معرق زي ممكن تعبان قد ما كان مستعجل هو بصور عشان يروح بكير يمنتج وينزل قبل أحمد الفيديو تبعه ممكن يعني تعرفوا ليش أكثر إيش مبسوطة عشان اليوم جاي يعني بصفة الخطابة تبعيتهم وخطبيني الواحد متى بنادوه كذاب لما يكذب كثير متى بنادي الواحد خطاب لما يخطب ناس كثير عمر عم بدوى سعد عمر سعد عمر خطبيني طيب عشان تصير خطابة عشان يصير اسمك خطابة بلشنا نجفف هلا هلا بلش ما عم بحدد شخص واحد بس يعني لما تكون قاعد ما عم تطلع قدامك بتطلع على التلفون في شيء غلط في شيء سعيد عم بيصير قدامك طلع قدامك اذا خلاص مش مهم التلفون بطل في رومانسية والله تمام كل صايحين معي شكلي مقرف انا بعقب وصول ولا جذاب انا مش فاهم كيف في بني ادم يحملني زمان فجأة كنت واقف لقيت واحد عاطب جليك تحت هيك طيارني فوق نعرف شو هي عشان نسويها؟ رح تلبسوهم وننزل كلهم مع بعض ندخل مرة واحدة فجأة اوكي شو اوه ليش بطل في جفاف بدي جفاف عاطفي ليش بدي جفاف العاطفي كان احلى الحين بدي اروح ايه شو تسوي في احتماليه نجيب فولورز يلا بسرعه 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 نوقف نص المكان اخر في احكي عن الناس يا الله لا اخذ راحتي بطريقه اسمع بس اقرر اترك السوشيال ميديا بعمل فيديو بحكي عنه حدا بس هلا ما حكي صراحه ما خلاص
الواحد ما بكون عارف انه شكله غبي وبرقص، اوكي؟ انت بتكون حاسس حالك هيك انه بتعرف، بكون حاسس حالي مايكل جاكسون انا بعطيه هيك بطلع شكلي زي ذا. لا بعرف انك انت ممكن تظن انك تحتاج البوصة وبتحتاج شريك بحياتك، لكن انت ما بتحتاج هذا. انه اسمع من الاخر، انه ما بتحتاج شريك بحياتك عشان تنبسط، تقدر تحضر فيديوهاتي وتنبسط. يكفي تصوير زبالة لقناتي صح؟ حاسس حالي حخسر سبسكرايبرز. الف مبروك للعرسان، يعني كانت حفلة حلوة. انا كان هدفي انه اصور فيديو اكل البوصة بالحفلة نفسها، لكن لازم اوقف جنب اخوي، يعني مش حلوة كله كاميرات يكون جنب اخوي صح؟ بس والله ها كان في يوم اتمنى لكم اعجبكم. باي، اقبالكم كلكم.